إن الكركم يشفي من أمراض كثيرة مثل الروماتيزم ويعالج النقرس، كما ينشط إفراز العصارة الصفراء ويحمي من الإصابة بأمراض الكبد وقرحة المعدة، كما يقلل من نسبة الكوليسترول في الدم، كما يزود الدم بعوامل التخثر اللازم ويقلل من بعض أنواع السرطانات، ويخلص الجسم من مشاكل النمش والكلف التي من الممكن أن تصاحب الحمل عند بعض السيدات، والذي يحدث نتيجة تغير الهرمون مما يزيد من هرمون الميلانين في البشرة، كما يخلص البشرة من البقع الداكنة. ويمكن عمل قناع من الكركم للوجه أو مزج بذرة الكركم مع كوب من الماء ثم عجنها جيدا إلى أن تصبح عجينة، ثم يتم وضعها على منطقة الوجه. الكركم له خصائص علاجية، فهو مضاد للالتهابات وأي مشكلة قد تواجه الحامل أثناء الحمل، والسبب طبيعته المضادة للأكسدة، كما أنه يقوم بتجميل وجنتيك من أي عدوى فيروسية نظرا لقدرته على تعزيز جهازك المناعي، يخلصك من البقع الداكنة والتي من الممكن أن تظهر على وجهك أثناء الحمل. إن الكركم يساعد على الهضم وتفادي الإمساك، ويخفف من حرقة المعدة وأمراض الجهاز الهضمي، كما يخفف من ارتجاع المريء، يعتبر مهدئ لنزيف اللثة. إن الحامل بين الشهر الثاني والثالث يمكن للبروجستيرون أن يجعل الحامل أكثر عرضة للإصابة بأمراض اللثة. إن غسول الكركم يمكن أن يوقفها ويسيطر عليها، كما أن تسمم الحمل يؤثر على 8% من النساء الحوامل مع وجود مشاكل في البول أو الكلى أو الكبد. تحدث الحالة بعد الأسبوع 20 عندما يكون ضغط دم الحامل مرتفع للغاية. لا خوف على الجنين، إذ تستطيع الحامل أن تلد أطفال أصحاء ويتماثلون للشفاء الكامل، لكن مع خطورة الحالة يمكن أن يؤدي الأمر إلى إعاقة أو وفاة الأم والرضيع إذا لم يتم علاج هذه الحالة على الفور. هنا تشير الدراسات إلى أن الكركمين، وهو المركب الرئيسي في الكركم، يمكنه أن يقلل من علامات الالتهاب عند النساء الحوامل، كما يساعد على منع تسمم الحمل. المعروف طبيا أنه مع نسبة الالتهابات الزائدة أثناء الحمل يمكن أن يولد الطفل مصابا باضطرابات النمو العصبي، وهو اضطراب طيف التوحد أو اضطراب فرط النشاط. إن تناول الكركم يقلل من الالتهابات ويعزز من قوة دماغ الجنين. إن تناول الكركم خلال الحمل خصوصا في الشهور الثلاثة الأولى يحمي الجنين في الرحم ويحافظ عليه من الأمراض الوراثية، كما يعمل على وقف نزيف الإجهاض، ويوصف للحامل كمكمل نظرا لتأثيراته القوية المضادة للأكسدة والالتهابات والسرطان والميكروبات. ولكن الخبراء لم يحددوا الكمية الآمنة للكركم، لذلك ينبغي على الحامل تجنب خلطه مع الطعام أو تناوله بشكل مباشر. هناك مخاطر، إذ أنه ينبه الرحم، ما يسبب نشاط في خلايا العضلات الملساء، كما يؤدي إلى حدوث تقلصات مبكرة في الرحم ونزيف مهبلي أو إجهاض أو إصابة الجنين بتشوهات خلقية. والسبب استخدام الكركم بكميات كبيرة. باختصار، يدفعك الأطباء لتناول الكركم، لكنهم يحذرونك من الإفراط والإكثار منه بشكل مباشر.